هذا الشيء له اهدى الى عبد الرحمن ابو عابد مقدمه من محمد خمج وحيدر مصبح العروني. اهجد الشعر يا وزان القوافي وانحني في وصفي القرماسنا في واكتب ابياتي بدم وانضم اوزاني لابو عابد وذيعه وانضم اوزاني لابو عابد وذيعه من محمد بن خمج بالشعر واذي عمد حدر مصبح شوق صافي للخوي المحترم من حصون بليخة شامغ منيعة من حصون بليخة شامغ منيعة عزوتي في الطيق ووقت الشدايد ما تغيب العتيب كل كايد تحلق صوت الزهم ما يفل صاحبه ولا يبيع ما يفل صاحبه ولا يبيع عبد الرحمن الخوي وابن الكرامي وقفتي في الطيق تعدل بالفرامي للجمايل والكرم جاري يا في دم ابو عبد طبيعه جاري يا في دم ابو عبد طبيعه لا دعيت بالمهمه ما يبالي يدعس الغدر في انصاف الليالي رجلي وافي والنعم للزمان يتف ما غيب ربيعه للزمان يتف ما غيب ربيعه اشهد انك افوى للعربان مرسله في الجدات والفزعات مبدا رجلي متواضع شهم بلا مانا ما يفرط والوديعة بلا مانا ما يفرط والوديعة مثل ابو عبد عجز يوصف لساني محزم المليان وذراع اليمان للمبادئ والقيم تضرب الامثال باسم فالصنيعة تضرب الامثال باسم فالصنيعة عشت يا درع الوفا يا تاج راسي فلا صلح الطمع الرقم القياسي حازها الاخر رقم عرشك المركب يا صقر الطالعة عرشك المركب يا صقر الطالعة اهجد الشعر يا وزن القوافي وانحني في وصفي القرماسنا في واكتب ابياتي بدم وانضم اوزاني لابو عبد وذيعه وانضم اوزاني لابو عبد وذيعه من محمد بن خمج بالشعر واذي عمد حدر مصبح شوق صافي للخوي المحترم من حصون بليخه شامغ منيعه من حصون بليخه شامغ منيعه عزوتي في الطيق واوقات الشدايد ما تغيب ازعتي في كل كايد تحلق صوت الزهم ما يفل صاحبه ولا يبيع ما يفل صاحبه ولا يبيع عبد الرحمن الخوي وابن الكرامي وقفتي في الطيق تعدل بالكرامي للجمايل والكرم قالي يا في دم ابو عبد طبيعه قالي يا في دم ابو عبد طبيعه لا دعيت بالمهمه ما يبالي يدعس الغدر في انصاف الليالي رجلي وافي والنعم للزمان يتف ما غيب ربيعه للزمان يتف ما غيب ربيعه اشهد انك افوى للعربان مرسله في الجدات والفزعات مبدا رجلي متواضع شهم بلا مانا ما يفرط والوديعه بلا مانا ما يفرط والوديعه مثل ابو عبد عجز يوصف لساني محزم المليان وذراع اليمان للمبادئ والقيم تضرب الامثال باسم فالصنيعه تضرب الامثال باسم فالصنيعه عشت يا درع الوفا يا تاج راسي فلا صلح الطمع الرقم القياسي حازها الاخر رقم عرشك المركب يا صقر الطليعه عرشك المركب يا صقر الطليعه حصريا قناه هائل الرازعي للانتاج والتوزيع الفني.